شفت عملوا ايه في الصين؟ ايه عملوا في الصين؟ لما البيت عندهم بيولع بيتزحلقوا. اهو صدقتني؟ بس الصين ما وقفتش على كده. عملت ايه؟ فجرت قنبله نوويه عشان تطلع غاز. يعني هتموت الناس عشان تطلع غاز. طب سيبك بقى من ده كله. سيبك من الصين وسيبك مش عارف ايه. خلصنا. خلينا هنا. دكتور سنان في هنا. دكتور سنان بتاع الاسنان بينظف سنان بره قدس. حاجات اللي هنا. يعني هو شغله كله في البق. اقنع مريضة بان هي عندها التهاب في المبيض وكشف عليها كشف نساء. ده بجد؟ مش المشكلة في كده. المشكلة ان هو اتحبس. والمشكلة ان هو قبل ما يتحبس المريضة اقتنعت. يعني انت راح تكشف اسنان. لا هي اكيد مالك ومال اكيد 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 كانت ضربه سكرتين.